السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قيس سعيد ستفشل كل محاولات التسلل إلى مفاصل الدولة وتفتيتها. قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء أن هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص. وأضاف قيس سعيد: هناك من عملوا على تفتيت الدولة، ولكننا واثقون بأن وزارة الداخلية ستتصدى لهم بقوة، وتابع أي محاولة للمس بوزارة الداخلية ستواجهها بقوة. وعلى الجميع الامتثال للقانون ولا مجال للتوظيف أي شخص بوزارة الداخلية من أجل تحقيق أهدافه الشخصية. وزار الرئيس التونسي قيس سعيد ظهر اليوم الأربعاء مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية. وقد أكد رئيس الدولة في لقاء مع وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع وفرض احترام الأسعار. كما شدد سعيد على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكيم في قوات التونسيون، ودعا رئيس الجمهورية جميع الأطراف المتداخلة للتحلي بالحس الوطني وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة من تاريخ تونس والمبادرة بتخفيض في أسعار وتفتيتها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.